البنك الشعبي الموريتاني يضع بين أيديكم بطاقة ماستر كارد سفر مع تخفيض بنسبة 25% من 24 يونيو وحتى 24 سبتمبر. بطاقة ماستر كارد خاصة بزبائننا المتجهين إلى المغرب وإسبانيا وباقي أنحاء العالم خلال عطلهم الصيفية تتيح لكم المزايا التالية: قابلية الدفع الإلكترونية عن طريق الإنترنت، قابلية الدفع في أي مكان عن طريق الصراف الآلي، قابلية السحب من أي مكان في العالم، اقتناء بطاقة خفيفة وسهلة الاستخدام بدل الاضطرار لحمل السيولة النقدية وتكبد تكلفة تحويل العملات. البنك الشعبي الموريتاني بكل اطمئنان. وما يزيد على أسبوع انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تسببت في الحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية للمواطنين الذين عبروا عن استيائهم من هذه الانقطاعات التي تصل في بعض الأحيان إلى عدة ساعات. كاميرا الموريتانية تجولت في عدة أحياء من مدينة وادبو ورصدت بعض انطباعات المواطنين حول مدى تأثير انقطاع التيار الكهربائي على الحياة العامة. أمسك كان صرحيل أكوران ضررنا متضرر مشين ذلاؤنا أيام العيد برنا ياسم تضرر صرنا ياسم للعمل مواطنين في مشاكل من قطع الله انقطع من الساعة السادسة ينتعوا الساعة السادسة والله هك من الساعة السادسة معصبة إلى الساعة الدحميس حد نجينا كوران كوران من ضرر منه ناس ضرر منه ياسم من المحلات والباتيك اللي ينقطع في الليل بليدات مظلمين ويتهزوا الفرص السراق يتهزوا الفرص وتون اختاروا الدولة تعدل حالة هذه القطاعات الدائمة. عانينا من قطاع الكهرباء من السابق العيد بعشرة أيام تقريبا والله ذاك كل يوم ينقطع من الثامنة مع الصباح لين تعود الخامسة دحميس السادسة دحميس كرة مقطوع ويام السبع جابوا هذا قرب اللي هو الثالثة هذا الحي بالنسبة للحي الثالثة جابوا له قرب واليوم ما فات انقطع ضوقع ما هو خالق بصفة عامة ظل مقطوع وعيه هوت انهارات خالق وانهارات ما ينشاف قاع سكني اللي أبراق وبيت راعي عند ظهر ذي المرس لو بغيت نعتولة خذ عليه 11 ألف وعشرين ينقطع عنا من الثامنة مع الصباح عيه يجي الثالثة وعيه يجي الثالثة وعيه يجي قاع المغرب ما قد عاد علي المقر مقطوع يكون بعد نهار كامل يفوت دا مقطوع عنا ما قد جانا في النهار سابق اليوم. ويشكو أصحاب الأنشطة التجارية من هذا الانقطاع ويقولون إنه تسبب في حدوث خسائر في المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية. أنا صاحب محل ونقع بين شارع نخيلة وتنسيبة واللي له أسبوعين التيار الكهربائي على الدوام يقطع إلى ما يقطع يومية يقطع من الثامنة إلى الرابعة على الدوام على الدوام لكن بالأمس ما انقطع بالأمس ما انقطع لكن اليوم هذا قطع. تأثير باين للعيان المواد لابد لها من الكهرباء شال حركة العمل شال حركة العمل. انطباعات المواطنين في نواذيبو حول الانقطاعات الكهربائية نقلناها إلى مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء الجهة المعنية والتي أكدت على أن هناك خطة استعجالية متعددة الجوانب لسد النقص الملاحظ في خدمة الكهرباء وقدمت تبريرات حول أسباب هذه الانقطاعات. للأسف قبل أن توسيع كان عندنا أحد المولدات تعرض لعطب تعطل وذاك هو اللي سبب هذه الانقطاعات اللي اليوم السيطرة على هذا المولد والله مثلا تركيب والله ساديسبونيبليتي تطلب قد تعود وقت ما يناهز أسبوعين إلى 20 يوم ولكن كان من المقرر عن تجرى له عملية صيانة في الشهر القادم معناها عنا لهن انتهزوا الفرصة ولا نقبلوا الوقت لين نعدلوا الصيانة اللي كانت مبرمجة له ويعدلهم اللي العطب اللي تلاقاله نوفوا أخباره معناها أعلن لهن الفترة تطوال شوي إلى ما يناهز شهر ونص إلى شهرين ذيك الفترة اللي ذيكي قرار صملك أعلنها من أجل السيطرة على مثلا هاي الانقطاعات جابت حل ذيك الفترة وهو تركيب مولدات صغار جداد نحن قدام مولد منهم سعته 1600 كيلوات وعلى كل حال عمال الشركة بطاقمها من عند مديرها العام المدراء المعنيين بالأمر واصلوا ليلهم نهار من أجل أعلن هذه المرحلة توفوا وفتنا إلى الحد الآن ركبنا
خمس مولدات، ولهنا نبدا من هذا المساء ان شاء الله في تركيب خمسة ثانيين اللي هو اجمالي 10، وهذا لاهي مكاننا على ان مثلا التغطيه لاهي نزيدوها بما توتال هذا كامل 6 ميجاوات، وهذا على كل حال مع التوصيل عندنا مع شركه تسنيم، وذاك اللي اصلا نقدم لنا قبل ما عندها يدور مكاننا على ان نسيطروا على هذه الانقطاعات في هذه الفتره اللي هي اللي ان شاء الله لهنا عدلوا صيانه للمولد وتراجع لا اما يوفى في الوقت والله يوفى احد المولدات المبرمجه الجداد اللي مبارك معها اللي كانت مبرمجه نهايه السنه، وانا عنها اي يوفى هو الاول ان شاء الله نعود نوقف العمليه الاخرى ونعود ترجع الحياه الى مسارها الطبيعي ان شاء الله. ويعول المواطن في نواذبه على الإجراءات والتدخلات التي تقوم بها الشركة الموريتانية للكهرباء، ويتطلع على أن تساهم في حل مشكلة الانقطاعات في العاصمة الاقتصادية للبلاد.